مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تشكيل الكبة عدة اشكال. الكبة عملتها انا وياكم عدة مرات قبل هلا، بس اليوم بدي اعمل تشكيل الكبة انا وياكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. شيل الكبة. اول شي بدنا نعمل الطريقة للكل بيعرفوها. نعملها بهذا الشكل. بحط فيها حشوة لحمة. كمان نسكرها. بغط أصابيعي بالماي. شفتوا كيف؟ بهيدا الشكل. هيدي الكبة اللي نحنا كلنا بنعرفها. عنا زيت نباتي شوي. عندي هيدي المطبقية صغيرة وهيدي كتير سهلة للمبتدئين طريقتها. بغطي شوي زيت نباتي بالمطبقية بهيدا الشكل. بعمل الكبة. بسم الله. حط نقطة مي صغيرة. بعمل الكبة بهيدي الطريقة. حط بقلبها حشوة. كمان بسكرها. بغط ايدي كمان بشوية ماي. حطها بالمطبقية. شفتوا كيف بضغط عليها. هيدا الشكل. طريقة كتير سهلة للمبتدئين. كمان طريقة تانية. عنا هيدا القالب تاعو المعمول. نفس الشي. حط زيت نباتي. بعمل الكبة. تالت طريقة. بعملها بهيدا الشكل كمان. بحشيها. شوية ماي. ها أصابيعي غطيتهم بماي. هيدول إذا حبينا بيعملوا كتير شكل حلو على طاولة السفرة. هيدا الشكل. إذا فسخت شوي منحط ماي. شفتوا كيف الماي بيروح التفاسيخ كليا. بكبسها بهيدي الطريقة. واو، شفتوا شو حلوين. بحط أصابيعي بالماي. بعمل بهيدا الشكل. كبي نفس الشي. بحط الحشو. كمان أصابيعي غطيتهم بالماي. كلهم بعملهم مثل بول، بس القالب اللي بيخليهم يختلفوا عن بعض. عرفتوا كيف؟
حط شوية مي خفيفة. شفتوا كيف صارت؟ هلأ بدنا نعملها بعصارة الحامض. بحط زيت نباتي كمان، حطها بقلب العصارة، بضغط عليها بهيدا الشكل. هيدا الشكل الزيت النباتي بيساعدها لتطلع من القالب بسهولة. عنا نايلو، نفس الشي شوية زيت نباتي بحط بهيدا الشكل. هوني بدي اعمل اثنين. بعملها بهيدا الشكل، بحط النايلو عليهم. كمان عندي كاسة بضغط بهيدا الشكل، نفس الشي ضغطنا عليهم. شيل النايلو، ضبنا شوي على بعض. حط كبي هون، سكر منيح. شفتوا كيف؟ بهيدا الشكل انا بحط زيت نباتي بهيدا الشكل، نفس الشكل. بشيل الكبة، شوية مي، بحشيها كمان شوي ماي خفيف. بعملها بهيدي الطريقة، حطها بالفنجان بضغط عليها بهيدا الشكل، بتعطي شكل الفنجان. عطيت شكل الفنجان، شفتوا كيف؟ كمان اذا حبينا بهيدا القالب بندهن زيت نباتي. نعمل كبة حجم صغير، هادي كتير حلوة للولاد الصغار بهيدا الشكل، شكل صغير. حط حشوة، حطها بالقالب بهيدا الشكل. شفتوا كيف طلع شكلها؟ كتير نعومة هيدي الكبة.
هيدا الشكل بعملها. بحط فيها حشوة، نقطة مي صغيرة، بعملها بهيدا الشكل، بضغط عليهم اكيد انا وعم بعملهم. عندي هون بالقالب شكل قلب، بدهن زيت نباتي، حطها بعملها بهيدا الشكل عرواق عشان ما تطلع اللحمة لبرا. اوكي، بهيدي الطريقة. هلا بشيلها من القالب. شفتوا كيف شكلها شو حلو؟ في هيدي الطريقة كمان كتير سهلة، بعمل الكبة بهيدا الشكل. مي، بهيدي الطريقة بنحط الحشو كمان، بحشيها كمان، بغط بالمي اصابيعي. بسم الله، بهيدي الطريقة بضغط عليها. شفتوا كيف؟ هيدي كتير كمان سهلة. شفتوا كيف؟ هيدا الشكل. هلا بعد ما عملت هيدي الاشكال انا وياكم، بدنا نقليهم بزيت حامي. هيدي الكبه اللي عملتها انا وياكم بعده اشكال. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحه، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.